السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الغاليات، كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، والأحوال ديالكم طيبة والأمور غدا يعني إن شاء الله على أحسن ما يرام. اليوم إن شاء الله جبت لكم معايا واحد يعني أفكار اللي غادي نتقاسمها معاكم. هاد الأفكار كتخص يعني كذلك الحياة الزوجية، لأن دائما كنحتو كيف ذكرت في اول فيديو على الحياة الزوجية. علاش؟ لأن الحياة الزوجية كل ما كانت مستقرة وكل ما كانت يعني البيوت ديالنا عايشة في واحد الود وواحد السعادة وواحد الاحترام، وبالتالي كينعكس داك الشيء على الأبوين هما الأولين، وكينعكس على المردودية ديالتهم في الأسرة ديالهم اولا، وكذلك المردودية ديالهم في المجتمع ككل، وكينعكس ايضا يعني هذيك السعادة وهذاك الحب كينعكس ايضا على يعني الجيل ديالنا وعلى الامل ديالنا والمستقبل ديالنا اللي هما الوليدات ديالنا. اذا ندخلوا في الموضوع اليوم. يعني بغيت نعطي واحد بعض الامور اللي ما خصهاش تخرج من الحياه ديالتنا الخاصه، لان الحياه ملي كنقولوا حياه خاصه معناه انك تخص واحد الافراد اللي هما يعني الافراد ديال هذيك الاسره فقط، الاب والام والوليدات. هذه حياه خاصه، وبالتالي بما انها حياه خاصه يعني ان كاين فيها امور اللي ما خصهاش تكون عامه نهائيا، وخصها تبقى خاصه بهذيك الاسره فقط. اذا غادي نعطيك كي قلت هاد الامور اللي يعني ما خصهاش تخرج نهائيا للحياه العامه باش نحافظوا على الاستقرار ديال هذيك الاسره. لان كيف شفنا بين قوسين، لاحظتوا يعني بزاف الناس ولاو تيخرجوا في القنوات وتيهضروا وتتقول لك صاحبتي غدرتني وخانتني وعاودت ليها ودارت ليا، ولا مثلا عاشي في شي فرد من العائله دار ليا وفعل ليا وترك ليا. اذا وبالتالي الخلاصه راه ما بقاوش عائله، ما بقاوش صحابات، ما بقاش يعني صافي، كيقول لك صافي ولا غير الغدر. وهذا انا اختي غادي نقول لك انا ما متفقش معك نهائيا. كاينين الصحابات وكاين العائله وكاين كل شيء، المشكل اختي فيك انتيا، ماشي في هذاك الاخر. المشكل فيك انتي ماشي في الاخر، يعني المشكل في الطريقه ديال التعامل ديالك انتي مع هذيك صاحبتك، المشكله في طريقه التعامل ديالك مع العائله ديالك، ماشي المشكل فيهم هما، المشكل فيك انتي. مفهوم؟ غادي نشرح لك كيفاش. دابا انتي عندك واحد السر مثلا، يعني عندك واحد الخصوصية، احنا نقولوا عليه خصوصية باش نبقاو مفاهمين، واحد الخصوصية من الحياة الخاصة ديالك. باش انا كنركز لك على هذه النقطة باش تدخل مزيان. حياة خاصة ديالك فيها خصوصية، ياك انتي عندك واحد الخصوصية ما خصهاش تخرج. انتي يعني تالمو ما قدرتيش يعني انك تحمليها، ما قدرتيش تحملي هذيك الخصوصيه، الوغ قلتي شنو ندير؟ غادي نمشي نشاركها مع صاحبتي ولا مع عائلتي، فهمتي؟ وفي الاخر كتلومي ديك صاحبتك مثلا او ديك عائلتك، كتلوميها علاش خرجت هذيك الخصوصيه. فالملام الاول اختي هو انتي الملامه الاولى، يعني انتي ما قدرتيش تحملي وخرجتي ديك الخصوصيه، وكتلومي صاحبتك علاش خرجتها. ايوا راه انتي الاولى، علاش خرجتيها؟ انتي اصلا ما كانش خاصك تخرجيها. اذا انت حملتي صاحبتك ما لا تطيق، حملتيها يعني فوق الطاقه ديالها، وبالتالي ومن بعد جلستي تحاسبيها، فهمتي؟ يعني حنا دابا كنحملوا الاخر ما لا يطيق وكنحاسبوه، بعد كنقولوا لي علاش درتي وعلاش فعلتي وعلاش تركتي، علاش اختي ما تتعاملي، علاش زعما ما ترأفي بيها وترحميها وما تعوديش ليها هذيك الخصوصيه، ما تعوديهاش ليها باش ما تحطيهاش في واحد الموقف اللي انها خاصها تستحمل. انت ما قدرتيش تستحملي وخرجتي، وهي مسكينه تقولي لها مالكي الا علاش خرجتي، كان خصك تستحملي. واش نتمنى ان تكون يعني واضحه وضحت زعما هاد النقطه هادي، ويعني وبانت مزيان. راه كاينين صحابات، كنعرف صحابات اللي هما صحابات النيت ديال الصح وديال الحزه وديال المواقف الصعبه وديال الحزن وديال الفرح وديال يعني فاش ما بغيتهم، ولكن جامي واش كيشاركوا الاشياء الخاصه.
عطى الله فاش نهضروا، عطى الله كي قدر تقدر تجلسي تهضري مع صاحبتك من الصباح حتى العشيه وانت داويه انت وياها، ولكن كنهضروا في يعني في مع داكشي يعني المشاكل اللي كاينه في المجتمع. راه المجتمع يا ان بالمشاكل وكيفاش حنا نقدروا نتجاوزوها، وكنحاولوا نديطاييوها ونفصلوا ونلقاو الحلول. يعني عطى الله الانسان فاش يهضر، ماشي بالضروره انه يهضر في الحياه الخاصه ديالو، فهمتوا؟ يعني ما المشكل، راه المشكل فيكم ماشي في الصحابات، المشكل ماشي في الصحابات، ماشي في العائله، ماشي المشكل في هذاك الشخص اللي كيتعامل مع هذوك الناس، هو اللي ما كيعرفش يتعامل، فهمتوا؟ يعني هذه نقطة نتمنى انها تكون مفهومة، وخا سمحوا لي طولت عليكم بزاف، ولكن غير باش يعني طولت عليكم في المقدمة، باقي ما دخلتش الموضوع، ولكن حيت بغيت نأكد على هذه النقطة وبغيت انكم تفهموها مزيان. يعني راه المشكلة في التفكير ديالنا وفي الطريقة ديال التصور ديالنا حنا لهذيك العلاقة ديال الصحبة ولا ديال العائلة، فهمتي؟ دابا غا المهم باش نفهموا هذا الشيء غادي نعطيكم هذه النقط، وديك الساعة غادي تفهموا مزيان وغادي يدخل لكم مزيان عاوتاني هذا الشيء اللي قلت دابا. اذا ندخلوا على بركه الله. اذا اول حاجه ما خصهاش تخرج من الحياه الزوجيه هي مساله مثلا ديال راجلك مثلا عنده شي مشكل. يعني كنعطي امثله غير باش تفهموا، يعني دي شي حاجه اللي عاودها لك راجلك اون جينيرال، شي حاجه عاودها لك وكتنوضي انتيا تجلسي تبداي تشتي فيها شويه هنا وشويه ليا وشويه ليك. تجي مثال، مثال راجلك مثلا عنده مشكل مع مع الام ديالو ولا مع الاب ديالو ولا مع العائله ديالته ككل، ولا مخاصم مع صاحبه ولا مع ولد عمو ولا المهم شي حاجه، شي مشكل عنده يعني ما كيحملش هذا ولا عزيز عليه هذا ولا، وكتنوضي انت كتهزي داكشي وكتبداي تسرسبي فيه، فهمتي؟ راجلك من بعد اختي غادي يتصالح مع عائلته، وغادي يتصالح مع داك ولد عمو اللي كان معاه مشكل، وغادي يتصالح مع داك صاحبه اللي كان مخاصم معاه، وغادي هذاك ولد خاله غيرد ليه الفلوس اللي كان كيتسالهم، وهذاك الاخر غادي يعطيه داك الصباط اللي كان سلفو ليه، ولكن انت هذوك اللي مشيتي عاودتي ليهم ما عمرهم غينساو، فهمتي؟ ما عمرهم غينساو هذاك الشيء اللي انتي عاودتيه ليهم. دابا داك المشكل راه هو تصلح، راه داك المشكل تصلح وتقاد وكل شيء رجع هو هذاك، ولكن دوك الناس اللي انتي عاودتي ليهم ما غينساوش، فهمتي؟ وغادي يبقاو يذكروك بيه في جميع المحافل الدوليه مفهوم؟ اذا هذه اول حاجه، حاجه داكشي اللي كيعاود لك راجلك ولا داكشي اللي كتعاودي ليه ولا داكشي اللي كتعاودو يبقى تما في الحياه ديالكم الخاصه، ما يخرجش على برا. اذا هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي يعني مثلا تخاصمتي مع راجلك واحد النهار، تخاصمتي مع راجلك دابزو ناضت القرباله كيف كيقولوا اللسان ما فيه عظم، والانسان فاش كيكون يعني في واحد الحاله مكهرب راه يقدر يقول اي حاجه، نقص منك راجلك مثلا، نقص منك قال لك واحد الكلمه ناقصه، ولا قال على الام ديالك شي كلمه ناقصه، ولا على الاب ديالك ولا على الاخت ديالك ولا ما الى ذلك، كتنوضي انت تهزيها سخونه وتحطيها ليهم، ايوا شفتوا واش واش قال عليا، واش قال عليا، واش قال عليكم، واش شفتي انت قال عليك، واش قال على الاب ديالي، واش قال على خويا، واش قال على اختي. انت رجعتي للدار ديالك وتصالحتي مع راجلك ورجعتو سمن على عسل، ولكن الام ديالك واش نسات داكشي اللي قال عليك، ولا الاب ديالك نسى داكشي اللي قلتي لي راه راجلي قال عليك، ولا الاخ ديالك نسى، ولا الاخت ديالك نسات، ولا صاحبتك نسات ديك الكلمه اللي قال لك انت راجلك داك النهار ونقص منك، واش فهمتي؟ قال واحد الكلمه في واحد ساعه غضب ما تخرجيهاش، فهمتي؟ لان ديري في حسابك، ديري دائما بحسابك انك راه واحد النهار غتصالحي مع راجلك، ياك غادي تصالحي مع راجلك، وهذاك الكلام اللي انت عاودتيه، اللي عاودتيه لدوك الناس الاخرين انت نسيتيه، انت تصالحتي مع راجلك ونسيتيه، ولكن دوك الناس ما غاديش ينساوه، فهمتي؟ هذا هو المغزى علاش حنا اصلا ما خصناش نخرجوا دوك الاسرار ديال العائله ديالنا. اذا تخاصمتي مع راجلك ما فيها باش تقولي رانا اليوم راه حنا المهم راه كاين عندنا شي اشكال ولا شي سوء تفاهم ولا مخاصمه مع راجلي كاع نيت هكذا، ولكن ماشي بالضروره ديطايي وتعطي واش قال ليا واش قلت لي واش قلنا لبعضياتنا وهذا وسبني، وخا سبحان الله راه ولات الموضه دابا في اليوتيوب، ديك الساعه كان شحال هذا غا شرى ليا راجلي ودار ليا راجلي وفعل ليا راجلي، دابا ولات حتى راه تخاصمت مع راجلي وسبني قدامكم ودار ليا وفعل ليا، المهم حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا اختي تخاصمتي مع راجلك قال لك واحد الكلمه ولا قلتي لي واحد الكلمه تبقى بيناتكم، نتوما غادي تنساوها والناس الاخرين ما غاديش ينساوها، خلاص هاد القول.
هذه ثاني حاجة. ثالث حاجة، لنفترض ان عندكم شي مشكل مثلا في العلاقة الحميمية ديالكم، راجلك عنده واحد المشكل ولا انت عندك واحد المشكل، اختي راه كاينين المراكز اللي متخصصة في داكشي واللي غيحلوا لكم المشكل ومريضنا ما عليه بس، كاينين لي بسيكولوج، كاينين الطبيبات الجينيكولوج، كاينين لي جينيكو الرجال يعني الاطباء، كاين كلشي. انتوا عندكم واحد المشكل، ها فين خصكم توجهوا، ها فين غيلقاو لكم الحل ديالو، اما باش تبقاي تخرجي وتعاودي لصاحبتك وتعاودي لبنت خالتك وبنت عمتك وهو يعاود لصاحبه ولخاله وداك الشيء وتبدا فهمتي وتبدا يعني تبدا الهضره كدور يعني وكتبدا الحياه كتبدا تخرب بشويه بشويه، حيت كيحيد دخلوا ليها واحد السوسات بداو كيدخلوا كينخرف هذيك الحياه حتى تنهار هذيك الحياه الزوجيه. اذا كاين واحد المشكل مثلا في العلاقه الحميميه، على عندكم المراكز ديالكم اللي متخصصه في داك الشيء واللي غادي تمشيو وغادي تطرحوا عليهم المشكل ويعطيوك الدواء ولا يعطيوك الحل ولا، وها حنا سالينا. مفهوم؟ اذا هذه كانت ثالث حاجه. رابع حاجة، اشنو بغيت نقول؟ رابع حاجة هي المشكل، مثلا لنفترض انك انتو عايشين عادي ما بليكم ما بيكم، جات واحد الفترة وقع عندكم واحد المشكل مادي، يعني مهم شي حاجة دارت لكم واحد المشكل مادي، ما تنوضيش اختي انتي تمشي تجري تمشي عند العائلة ديالك وتجلسي تعودي ليهم باش تستعطفيهم، مثلا لنفترض ان عائلتك ميسورين واحد شوية باش انهم يبداو يساعدوك ماديا وهذا وداكشي. شوفي نقول لك شنو غادي يوقع بالضبط. في الاول ملي غادي تعودي ليهم انتي هذا الشيء، قلت لك الا كانوا ميسورين غادي يساعدوك مثلا، ولكن شنو غيوقع في دارك؟ انا نعطيك بالضبط شنو بقى شنو غيوقع. شنو اللي غيوقع؟ هو اول حاجة غادي تضربي في الرجولة ديال هذاك الراجل، ياك ضربتي ليه في الرجوله ديالو، هذه اول حاجه. ملي مشيتي عاودتي على المشكل المادي وانه راه ما بقاش مثلا كيصرف كيف كان وما بقاش كيجيب اللحم وما بقاش كيجيب هادي ولا كيجيب على الدجاج ولا كيجيب غا هادي ولا ما علينا، دونك ضربتي ليه في الرجوله ديالو، هذه اولا. ثانيا هذاك يعني في الاول ما غاديش يعجبو الحال، ما غاديش يعجبو الحال نهائيا فهمتي، وغادي ما يرضاش ويحس براسو انه تقاس وراه ما بقاش راجل وهادي وما بقاش قد المسؤوليه وداك الشيء. وتقدري انت تبقاي تقنعيه بشويه بشويه، لك لا معليش وغيعاونونا وغيساعدونا، وغادي يقتنع مع مرور يعني مع الزنان ديالك، غادي تبقاي تزني عليه انت حتى يقتنع، يعني غيقتنع ياك. ولكن اش بيوقع؟ في الاول انت عاونتي داركم عاونوك يعني كحاجه ثانويه دو بلوس، غير شي حاجه من عندهم من خاطرهم، ولكن مع مرور الوقت هذاك راجلك غيولي بالنسبه لي لا راه ديك راه شي حاجه اساسيه، يعني غيولي واحد النهار مثلا عادوك عائلتك ولا دوك الناس اللي بداو كيعاونوك ما عاونوكش، غيولي يقول لك لا وفينا، علاش عائلتك ما عاونوش، علاش ما داروش، علاش ما فعلوش، علاش ما تركوش، يعني غيولي بالنسبه لي لا راه شي حاجه اساسيه انهم خاصهم يديروها، فهمتي؟ وغادي تنوض لك المشاكل والصداع وما الى ذلك، فهمتي؟ وغيولي معول عليك بزاف ديال الحوايج انك لا غيولي خصك ديري، غيوليو بحال قلتي واجبات كانوا في الاول ثانويات، ولكن في الاخر غيوليو واجبات. اذا عندك اختي واحد المشكل مادي، صبري حن الله دابا يسر لك الله. اون بليس ما تنساش واحد القضيه، شي حاجه اللي مكتبه في الرزق راه والله ما ياخذها لك شي واحد، هادي نحلف لك عليها زعما بالله، حي مكتبه لك في الرزق ابدا واش ياخذها لك شي حد، انت اللي غتاخديها، ما كاينش شي حد اللي شي حاجه مكتبه راه مكتبه لك، الرزق ديالك غيوصلك غيوصلك. اذا عندك واحد المشكل صبري اختي، وما تضربيش في هذاك الراجل، ضربيش ليه في الرجوله ديالو، وفي الاخر ملي ما يبقاش انه قاد المسؤوليه وداك الشيء تبداي تعيري فيه وتقول لي انت ماشي راجل، انت ما قادش تجيب لينا وهادي وعائلتي اللي كيجيبوا ليا وكيفعلوا، وراه انت اللي خرجتي لي، انت اللي ما خليتيش يكون راجل، فهمتي؟ انت اللي النهار الاول اللي مشيتي قدمتي لي ديك المساعدات ما خليتيش انه يكون راجل، فهمتي؟ اللهم لا كان شي حالات استثنائيه يعني غيعاونوا في واحد الفتره معينه ولا، ويكون اتفاق بينك وبين راجلك، يعني اتفقتوا على هذه القضيه، ماشي تنوضي انت تديريها غير من راسك، مفهوم؟ تفاهمنا على هذه القضيه. اخر حاجه بعجاله هي كتعلقت كذلك حتى هي بنفس المساله ديال الاخلاق، لنفترض ان راجلك فيه واحد الخلق سيء، واحد الخلق سيء ما عرفتش ولا انت مراتك فيها واحد الخلق سيء، الله اعلم، طلع الاخلاق السيئه ياك،
ما هاد حتى هاد الشيء ما تخرجوش على برا، الله يجازيكم بخير، لان هذيك الاخلاق يقدر من بعد ربي يغفر ويتوب يعني يبدل الحال ويتبدل الاحوال، سبحانه يعني مبدل الاحوال، سبحانه مغير الاحوال، سبحانه مقلب القلوب، يا ويتصلح داك الشيء وما يبقاش، يتصلح هذاك الخلق ويتصلح هذاك العيب اللي كان مثلا في الزوج ديالك ولا انت في ولا انت في الزوجه ديالك، وغادي يتحل هذاك المشكل، تحل هذاك الخلق، ما بقاش تطور ولا احسن ولا افضل. ولكن دوك الناس كذلك، نعاود نرجع لك، دوك الناس اللي انت مشيتي عاودتي ليهم وانت مشيتي عاودتي ليهم ما نساوش داك الشيء، وغيبقاو يذكروك به كذلك في جميع المحافل الدوليه. فاهمين على هذه القضيه؟ اذا هذه الاشياء ما خصهاش تخرج نهائيا، يعني من العلاقه الخاصه والعلاقه الزوجيه، ما خص هذه يعني هذه الاشياء ما خصهاش تخرج من الحياه ديالتنا الخاصه اللي هي الحياه الزوجيه، يعني ما خصهاش تخرج نهائيا نهائيا. المهم هذه هي وجهة النظر ديالي انا، ولكن نتمنى احسن نتوما تعطيوني وجهة النظر ديالكم في هذا الموضوع وتخليوها ليا في التعاليق، يعني باش نتبادلوا الافكار هكا ونطوروا داكشي اللي عندنا. ايوا المهم خليت لكم الراحة هذه الساعة، وخا تنحوا ليا كنطول لكم بزاف. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.